اكبر منصه تداول بالعالم، موجوده ب 194 دوله. علمت كل الاستراتيجيات عن التداول وانا حاليا جاهز اتداول. اوبا انا فعلا طلعت ذكي لان تحليلي طلع صح وكسبت 90 دولار. عايز تبدا تحقق ربح في منصه اولم تريد ومش عارف الطريقه؟ افتح صفقه وتوقع اتجاه السهم واستنى النتيجه. او ودلوقتي كسبت زي ما انتم ظاهر قدامكم دلوقتي في السكرين، وكده تكون كسبت 90 دولار على ال 100 دولار بتاعك. واحلى حاجه ان انت ممكن تسحب فلوسك في خطوتين. تقدم منصة أولمب تريد فرصة ممتازة للتداول بمساعدة أدوات متوفرة في المنصة لخلق استراتيجيات أو حتى الاعتماد على استراتيجيات جاهزة وبسيطة. في مثل مصري قديم عندنا بيقول ان الزن على الودان امر من السحر، وده حرفيا بتتبعه شركات كتير في موضوع الدعايه والاعلان عن المنتج بتاعهم او عن الخدمه بتاعتهم. فالنهارده مش داخل اقول لك معلومه في الويندوز ولا حل مشكله معينه ولا هراجع منتج معين، النهارده هتكلم عن تطبيق حرفيا بقى منتشر الفتره دي، بتشوفه في كل وسائل التواصل الاجتماعي دلوقتي وبيظهر لك كاعلان فبتجبر انك تشوفه. وبالمناسبه دي قبل ما ادخل في الموضوع فخلينا اشبه لك القصه بموقع معين بيظهر في اعلانات دوري ابطال افريقيا، وهنشوفه اكيد في النهائي في ماتش الاهلي والوداد اللي ان شاء الله بنتمنى طبعا الفوز للاهلي المصري، والوداد طبعا وكل المغاربه حبايبنا، ولكن انا كمصري فبتمنى اكيد ان الاهلي هو اللي يكسب. المهم ان الموقع ده فكرته انك بتخش تتوقع نتيجه ماتش، او بمعنى اصح بتراهن على ان فرقه الاهلي هتكسب، فانت كده بتاخد فلوس، خسرت بتاخد فلوس. ما اعرفش بقى هل جوه بتتوقع بنتيجه معينه وبتاخد فلوس اكتر ولا ايه، فانا ما اعرفش بالظبط اليه الموضوع، ولكن ده حرام. الحكايه ابتدت لما تواصلت معايا واحدة من احدى شركات الدعاية علشان نعمل اعلان لأبليكيشن معين وبيستهدفه الجمهور المصري. فطبعا قالوا لي ان قناتك مش عارف ايه وفي ناس كتير بتتابعك وممكن يتأثروا بيك، فعاوزين طبعا انك تعمل لنا اعلان. وده الهدف من القصة، ان الناس اللي بتتابعني تلاقيني بتكلم عن حاجة معينة فبتدخل تستخدمها او تحمل الأبليكيشن بتاعها. ولكن بالنسبة لي الموضوع بيكون مختلف تماما لما بيكون في فلوس انت بتحطها او فلوس بتكسبها او بتخسرها من خلال الخدمة دي. فانا مبدئيا بدون ما اعرف اي تفاصيل رحبت بالاعلان وقلت لهم خلاص ماشي، فبعتوا لي كده ولو في اي قنوات عربيه عملوا اعلان للمنتج ده، بحيث ان انا بس اامن نفسي اكتر او اثق فيهم اكتر، لان لو كذا قناه او كذا حد من صناع المحتوى عملوا دعايه فبالتالي الموضوع ده بيكون ثقه اكبر، لان كان الاعلان عباره عن ابلكيشن هنزله واجربه، فبانه ابلكيشن هنا بنقلق حبتين، فقلت اجس النبض كده في الاول. ففعلا بعتوا لي فيديوهات لصناع محتوى عرب منهم ناس اعرفهم، ودي كانت الصدمه، لان لقيتهم بيتكلموا عن موضوع خاص بالتداول والاستثمار، وانك هتحط فلوس وتكسب قصادها فلوس وممكن تخسر، ولكن انت لو اتعلمت صح والاستثمار والتداول وفي بعض الاستراتيجيات اللي جوه بمسميات، والموضوع طبعا حلال وامن واسلامي 100%. اللي قلقني هنا بقى هي قصه حلال وقصه اسلامي اللي بيتبعوها في التصميمات بتاعتهم وفي الفيديوهات، وكمان خلوا صناع المحتوى ينطقوها بلسانهم. اولمب تريد هي منصه تداول حلال 100%، منصه حلال 100%، في المنصه حلال وبيها مركز تعليم للناس الجدد. تقدم منصة أولمب تريد فرصا ممتازة وطرقا مختلفة للتداول الحلال 100%. يلا يا جماعة في تطبيق اسمه كذا كذا، فانا هطلع اقول ان التطبيق ده حلال، التطبيق ده اسلامي 100%، عشان اكسر عنك قصة انك تشوفه حلال ولا حرام. ولكن بما اني انا او غيري او اي حد قالك على حاجة فيها حلال او اسلامي، فاعرف ان وارد يكون في شبهة في القصة دي، فوجب هنا انك تروح تتأكد. وده بالظبط اللي انا عملته، رحت سألت حد من الناس اللي المفروض خبرة في التداول او اللي تعرف حد بيشتغل في القصة دي، فقلت لهم ايه رأيكم في الابليكيشن ده او التطبيق ده. دخلنا كده وبصينا وفكرنا مع بعض، لاني كنت بفكر لوحدي واخد قرار لوحدي ان انا خلاص مش هعمل التطبيق ده، او انه اشبه بالمؤامرة، اللي هو انا بتوقع، مش بتوقع بقى، انا براهن حرفيا، بحط مثلا 1000 جنيه واقول ان سعر الدولار هيزيد، فلو سعر الدولار زاد انا كده كسبت 200 جنيه، فكسبت الضعف، فتوقعي طلع غلط والسعر قل، فانا كده خسرت 100 جنيه. فين التداول هنا؟ فين الاستثمار هنا؟ فين الاستراتيجيات هنا؟ مفيش اي حاجه اطلاقا من القصه دي. كمان هتلاقي صناع المحتوى اللي كامل احترامي لهم طبعا، وانا هنا مش بشكك في اي حد منهم اطلاقا، ولكن وارد هم يكونوا عملوا الاعلان زي ما انا كنت هعمله وما سالتش او مش عارف ان ده فعلا حلال ولا حرام ولا الاستراتيجيات دي ايه. ولكن لما لقيت الموضوع بقى في ان انا جربت وحطيت فلوس وكسبت وبتاع وانا ما عملتش ده كله، هنا كان لازم اقف الوقفه دي. فانا مش عشان اخد مبلغ معين من الفلوس اطلع الناس اللي بتتابعني على مدار سنين واخسر ثقتي بسبب حتى لو 1000000 جنيه، فانا استحاله ان انا اخسر ثقتي اصلا للناس وقدام ربنا
مننا كمان وان انا اخسر نفسي، انا مش هقدر ان انا اعمل ده. فوقفت عند الحته دي قلت لا انا مش هعمل التطبيق ده، ورفضت الفلوس اللي انا طلبتها، وقلت لهم انا بعتذر لان الموضوع ده فيه حرمانيه وانا مش بعمل حاجه حرام على القناه بتاعتي. على الاقل انا في حياتي لما بعمل حاجه حرام بحاول ان انا اقفل على نفسي بيها وما شاركهاش مع غيري. الاغاني اللي كنت بسمعها زمان كنت بقفل على نفسي وما بحبش ان انا اشاركها مع الناس. الافلام ما بروحش ارشح افلام لحد، ممكن اتفرج مع نفسي وما شاركهاش مع اصحابي ولا بتاع، واقلل على قد ما اقدر السيئات اللي هتنتشر. فما بالك بقى ان في ناس النهارده كتير بيتابعونا بفضل الله ويثقوا فينا، فما جيش ان انا استغل الثقه دي واستغل الناس اللي بتتابعني والشباب الصغير اللي ممكن فعلا ما يكونش في دماغه قصه حلال وحرام قوي ومش شاغلهم دلوقتي، ان انا اقول لهم روحوا استعملوا التطبيق ده عشان تكسبوا، عشان تحققوا ربح ضخم جدا جدا. فكل اللي انا عاوزك تعرفه هنا ان المبلغ اللي انت بتكسبه هو خساره ناس تانية، والمبلغ اللي انت بتخسره هو مكسب لناس تانية. ده اذا كان التطبيق ده تراستد او موثوق فيه 100%. فما يغركش ان قناه كبيره او صانع محتوى او مؤثر من الناس اللي بيتابعوه الاف وملايين الناس دلوقتي طلع اتكلم عن حاجه فيها حرمانيه انك تثق في الشخص ده. وللمره الثانيه انا مش بشكك في الشخص نفسه، هو ممكن فعلا يكون عمله هو ما يعرفش، ولكن وجب عليك كصانع محتوى، ووجب عليك كمؤثر، ووجب عليك كقناه عربيه كبيره منتشره في الوطن العربي بيتابعوك الاف وملايين الاشخاص دلوقتي وبيتاثروا بيكم، وممكن بعض الشباب وبعض الناس اللي لسه ما عندهاش ثقافه الحلال والحرام اللي المفروض ان احنا نسال عليها في كل حاجه دلوقتي ونتحراها، طالما احنا بقى نبدا نحط فلوس ونكسب ونخسر فدي حاجات هتدخل بيوتنا، حاجات ممكن ربنا لا قدر الله يعمل لنا مشكله او مصيبه او كارثه بسببها. انت ممكن فعلا تكسب مبلغ كبير جدا لكن فجاه تلاقيك بتصرفه على صحتك، بتصرفه على ابوك، تصرفه على امك، تصرفه على اولادك، تصرفه على زوجتك، يحصل لك مشاكل في حياتك بسبب الفلوس الحرام اللي انت كسبتها وانت عارف ان هي حرام. وعشان كده لما لقيت ناس اعرفهم عملوا الموضوع ده وتاكدت دخلت كلمتهم، ومنهم طبعا محمد سميح. فانا هنا مش بشيل بيك يا سميح ولا حاجه، ولكن محمد سميح كان عامل الموضوع ده وفعلا طلع ما يعرفش اليه التطبيق وعمل التطبيق عادي اعلان مفيش اي مشكله خالص. انا كنت اعمل كده بالظبط، ولكن انا رحت سالته ودحرته بتاع، فدخلت وقلت له يا محمد دي كذا كذا وتاكد من اليه التطبيق وكده. وبصراحه محمد محترم جدا جدا، اول ما عرف ده في نفس اليوم وفي نفس الوقت قص الاعلان من القناه، اكيد رجع لهم الفلوس او ما خدش منهم الفلوس، وبعد كده نزل اعتذار بلايف على صفحته الرسميه بالفيسبوك. وبمناسبه محمد سميح هو صاحب قناه ايبك هاردوير. بص يا جماعه، انا لسه احمد الجرنوسي كان بيكلمني وقعد شرح لي الموضوع، هو كان في حاجات فعلا ما اعرفهاش، فعشان احتراما ليكو انا مسحت الجزء اللي هو بتاع الاعلان ده لان انا مش موافق بحاجات زي كده. كمان ليا صديق تاني اسمه عبد الفتاح حمزاوي، معروف باسم حمزاوي وصانع محتوى فعلا وفي ناس كتير بتتابعه، كان بيعمل ريفيوات للموبايلات، لقيته عامل اعلان للتطبيق ده فدخلت كلمته. بص يا جرنس، انا لول ان انا عامل عقد، أنا الحمد لله احمدت ربنا ان الفيديو ما جابش فيوز، فلا بلاش يعني. بعد ما انا فهمت اكتر يعني اكتشفت انه فاهم، فلا ما تعملوش. يعني انا ندمان ان انا عملت حاجه زي كده. فاعتقد اللي بيتفرج دلوقتي فهم الموضوع ماشي ازاي وفهم الدنيا ماشيه ازاي. احنا دلوقتي في وقت اشد الحاجه فيه جدا للفلوس واشد الحاجه فيه للربح، وناس كتير بتدور على الربح السريع، ربح كده بضغطه زرار. خليني اقول لك ان مفيش حاجه اسمها كده، في حاجه اسمها تعب سنين وسنين. تقول لي يا عم يا جرنوسي ما في ناس بتعمل لوجوهات وفي ناس بتخش تصمم حاجات كده ما بيكملش دقيقه حرفيا ولا بيكملش خمس دقايق ولا ربع ساعه وفجاه وبيطلع له مبلغ محترم. هقول لك ان الشخص اللي عمل التصميم في خمس دقايق او 10 دقايق وانت شايفه عملها بسرعه كده، انت لما بتروح الاستوديو بتقول له اعمل لي صور فوريه في 10 دقايق ولا 5 دقايق بيصورها لك ويطلع لك على طول. هو الاول اتدرب وصور وغلط وعمل عشان يقدر يوصل للمرحله دي. فكذلك المصمم اللي بنضرب بيه مثلا طبعا هو برده تعب واجتهد وخد كورسات وحاول وعمل حاجات غلط وبتاع عشان يقدر يوصل للمرحله دي، فده هو ناتج علم اتعلمه قبل كده وناتج تعب تعبه قبل كده. فده بيكون مقياس غلط لنجاح الاشخاص او تحقيق الارباح لبعض الاشخاص اللي بيكون سبق وطلع عينهم قبل كده، فده كل السنين او كل الساعات اللي اتعلموها قبل كده فطلع الناتج معاه بسرعه، وبالتالي هو بيستحق ياخد فلوس على ده على التعب اللي هو عمله. طيب مع كامل احترامي لكل الناس اللي عملت اعلان للتطبيق ده، ايه هو المفروض تعمله دلوقتي بعد
ما عرفت ان هو حرام. اولا تروح تتاكد من شيخ او تسال شيخ تاني عشان تزيد التاكيد بتاعك، لانك ما تاخدش مني المعلومه وتقول الشيخ جرنوسي، انا مش شيخ ولا اي حاجه خالص، ولكن دي اساسيات في ديننا وفي الحياه اللي احنا عايشينها، ان انا اعرف الحلال من الحرام واتبع الحلال والحرام، اللي هو مش شرط ان اي حد بيصلي يبقى شيخ، اي حد بيقرا قران يبقى شيخ، لا احنا مسلم فبطبيعه الحال بنصلي وبنقرا قران. فده لاي حد حتى لو كان بيعمل ذنوب الدنيا كلها المفروض الصلاه دي بتكون حاجه مقدسه. ما تجيش تقول لي بقى اصل انا زاني، اصل انا سارق، اصل انا مش عارف بقطع الارحام، اصل انا كذا، اصل انا كذا، برضو الصلاه هتفضل فرض عليك طالما انت مسلم. فدي كانت نقطه مهمه جدا جدا حبيت ان انا اوضحها، ومش ندمان خالص ان انا طلعت واتكلمت بكل استفاضه عن الموضوع ده، لانك مش هتلاقيني بقول لك حل المشكله دي، خد معلومه معينه، ايه الخبر الجديد في التكنولوجيا، مش عارف ايه. فكل دي حاجات من ضمن المحتوى وانت بتتاثر بيها، وبعد كده بتروح متاثر بالشخص اللي قدامك، وبالتالي لما يجي يعمل اعلان لحاجه معينه ممكن تروح تشتريها، تروح تستعملها، تروح تحملها، فعندك ثقه كامله في اللي قدامك. فانا مش عاوزك تتاثر بيها بشكل سلبي اطلاقا، ولو انا طلعت اتكلمت في اعلان معين او بطريقه معينه او قلت كلمه مش كويسه او حاجه، انا بتقبل النقد جدا جدا طالما النقد ده هيفيدني وهيساعدني في ان انا اطور واحسن من نفسي، وهيساعدني كمان اني ابعد عن اي شبهه او استعمل اي حاجه حرام، لان احنا دلوقتي في مجتمع او في عصر ما يعلم به الا ربنا زي ما بيقولوا. فربنا يغنينا كلنا ويرزقنا بالحلال. وللمره الاخيره انا ما اقصدش بالموضوع ده شخصنا اطلاقا، للناس اللي ظهرت في الفيديو كلها ناس محترمه وعلى عيني وعلى راسي وكل حاجه، ويمكن كمان هم عند ربنا احسن مني، ولكن جايز هم عملوا الاعلان وهم مش واخدين بالهم او ما يعرفوش. فدلوقتي الفيديو ده بقى حجه ليكم تروحوا تسالوا وتستفسروا، ولو في طبعا اي حاجه غلط او في اي معلومه حابين تضيفوها برحب ده من خلال التعليقات، وشرفنا نكون طبعا اصدقاء، لان انا دايما بحب اكتسب اصدقاء كويسين من السوشيال ميديا. فبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، في النهايه ما تنساش تعمل لايك لي عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، وتشارك الفيديو ما بين اصدقائك، او تبعت الفيديو ده لصانع المحتوى اللي ظهر في الفيديو وتقول له خش شوف الفيديو ده، بحيث ان هو يتحرف الموضوع. وانا عارف ان صناع المحتوى او الانفلونسرز دايما لما بيشوفوا حاجه بيروحوا يدوروا عنها، لان ده الاسلوب المتبع في الفيديوهات بتاعتنا، بنروح ندور على المعلومه من اكتر من مكان واكتر من مصدر. فالاولى ان احنا ندور على معلومه عامه، ندور على الحاجات اللي بتفيدنا دنيا واخره. اشوفكم على خير باذن الله، كان معاكم احمد الجرنوسي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.